ذكرى يشاع انه الفنانات التونسيات اللي في القاهرة ما يتصلوش ببعضهم وما، لكن لاحظت انه بينك وبين لطيفة ود كبير، ولاحظت انه يعني مثلا لطيفة كانت من اول اللي خطبوك بالهاتف. احكي لنا في الموضوع هذا. نحكي لك قبل كل شيء، قبل حتى من تعامل مع هاني مهنا، اول واحدة استشرتها لطيفة وشجعتني. ساعة ما نقولكش الفرحة اللي فرحتها وقت اللي جيت لمصر، أول واحدة كلمتها هي لطيفة، طبعا خاطر صديقتي من زمان، وفرحة كبيرة، فرحة كبيرة برشا. وقالت لي بكرة لازم تستقر في القاهرة وتقعد. كلمتها، قعدنا باتصال مع بعضنا. لطيفة باش نخدم مع هاني مهنا، طبعا أنا ما نعرفش البلاد وما جربتش، وهي مجربة قبلي وتجربتها تسمح لها أنها معناتها توريني توجهني للطريق الصحيح. فقلت لها لطيفة راهي هكا وهكا، قالت لي ذكرى هاني كويس وهاني بالسقر ممتاز وربي يحبك كي خطفك هاني. قالت لي معناتها فازي ما توخرش. الحق نتاع ربي، وأول وحدة هنيتني بعد الحفلة هي لطيفة، ولليوم نكلموا في بعضنا وصحاب من أحسن ما يكون. شوف أنا غيرتي على منعرفش يمكن تلقائيا نقولها لك انه غيرتي على الفنان التونسي بالذات. طبعا الفنان العربي ما فماش شك انه هو عنصر مننا ومن احساسنا، لكن ما نعرفش عندي يمكن غيره قويه برشا بجد، ما نعرفش علاش للفنان التونسي صراحه. يعني من الفنانين اللي اعتز برشا بصوتهم واللي نحب صوتهم بشكل جميل جدا هي ذكرى محمد ولطفي بوشناق وغيرهم، واللي زاد شجعني اني انا نكون من اول الناس اللي نعرفش، ممكن اقل حاجه ممكن قدمها اني انا نشجعهم، يعني اقل حاجه لاني انا مريت بنفس المرحله وعارفه عيوبها وعارفه ايجابياتها وعارفه عده مراحل بتبيعها الواحد مر بيها. لكن بالنسبه لي لما يكون فنان صادق ويكون فنان حساس ويكون فنان يحب فنه، أنا شفت هذا في ذكرى وفي لطفي، من أكثر الفنانين التوانسة اللي فعلا حسيت بيهم وحسيت بفنهم وحسيت بشخصيتهم وبصوتهم.